وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتم بتشوفوني لو أول مرة تشوفوا قناتي أنا حنان وأهلا بكم روتين جديد ليوم جديد ربنا يجعل أيامكم كلها خير وسعادة طمنوني عنكم عاملين إيه وأخباركم إيه التزمت بروتين الخميس وجبت الخضار بتاعي زي ما انتوا عارفين يوم الخميس يوم الخضار جبت ربطتين من البصل وقالب خس انا بحب الخس البلدي اوي اكتر من الخس الكابوتش عشان البلدي افيد وكل ما كانت الحاجه الورقه بتاعتها الخضار يعني الورق بتاعه داكن واخضر غامق بيبقى الفايده فيه اعلى والبصل الاخضر اساسي في الشتاء يا بنات ما تستغنوش عنه مهم جدا وتاكلوه كده مع طبق فول يا سلام في الصبح كده في النهار المهم جبت الخضار اللي انتوا شايفينه ده ايه بعد يعني نزلت الصبح بدري وجبت الخضار وكان بنتي كان عندها دايس فعملت لها كده مكرونه بالكفته في السريع يعني فبتاكل ايه وانا ايه بوضب الخضار من يوم الاربع طبعا وانا موضبه الثلاجه ومنضفاها وشايله بقى كل البواقي والحاجات مش فاضل غير بس الطماطم اللي انا اللي هفرزها وهشوف الطماطم اللي هي جديدة والقديمة انا بحبش احط خضار على بعض بحب اخلص من الخضار بتاع الاسبوع القديم عشان ما احطش الجديد على القديم والحاجات تبوظ عندي فالتلاجة بالنسبة لي كده كانت فاضية من اليوم اللي قبله يعني من يوم الاربع وده توضيب الخضار بتاع يوم الخميس اللي هو اليوم الجديد جبت كده البصل زي ما شفتوا اخدته وحطيته في علبة ونضفت منه الحتت اللي هي بتبقى دبلانه او اللي هي بيبقى فيها ميه وبحطه في كيس كويس عشان ما يطلعش ريحه في التلاجة ولما بعوز بطلع واحده واحده وقلب الخص ده عشان برضو احفظه لو عندكم ستريتش يا بنات انا خلص من عندي اللي هو اللي بيبقى خفيف ده اللي بنلفه على الاطباق او بنلفه على الاكل خلص فجبت اكياس بلاستيك وبلف قلب الخص كده زي ما انتم شايفين وبجيب استك من الاساتك العاديه دي إيه وبلفوا بيها يعني بحب استخدمها بحب المشابك وبحب الاساتك دايما بدخلهم معايا في المطبخ وبستخدمهم إيه فكده بحافظ عليه ان هو يدبل ولما بعوز بيض بطلع منه ورقه او اتنين في السلطه إيه وبشيله بنفس الطريقه طلعت الطماطم اللي موجوده عندي في التلاجة وحطيت الطماطم انا اللي حصل معايا ان الخضر اداني كيس طماطم زياده وحاسبني عليه وانا اصلا ما كنتش منقياه تقريبا هو اتلخبط مع ناس ثانيه فادهوني مش مشكله قلت يلا خي وبركه كده كده هو حاسبني عليه فخلاص فاخدت كده الطماطم اللي هي كانت في التلاجة فحبيت ان انا افرزها واشوف اللي هي خلاص بدات تدبل او اللي انا يعني انا الاسبوع اللي فات ما عملتش طبيخ بطماطم وكده واستخدمت من الصلصه اللي كنت عاملاها معاكم في الفيديوهات اللي فاتت فما استخدمتش طماطم طازه ففضلت موجوده عندي الطماطم فانا هفرز الطماطم الجديده برضو هحط منها جزء في التلاجة يفضل موجود عندي طماطم الشتاء بتبقى ماسكه نفسها يعني بتبقى حلوه وفي نفس الوقت هي الحمد لله برضو سعرها كويس فنقدر ان احنا ايه نفرز منها انا عملت معاكم المره اللي فاتت آه برطمانات من الصلصه خلصتهم <applause> يعني بصوا هي الفكره بتاعتهم حلوه وكل حاجه اه تنفع في اه رمضان اه انا كنت عاملاها معاكم من بدري عشان اللي عايز ياخد فكره منها ولكن انا استخدمتهم وخلصتهم فان شاء الله باذن الله هحاول ان انا اعمل منهم تاني يبقوا جاهزين عندي يعني لان انا خلاص ما بشتريش اي برطمان صلصه جاهز الطماطم الحمد لله رخصت فنقدر ان احنا ايه نعمل الصلصه في البيت زي ما انتم شايفين اخدت الطماطم بدات ان انا اقطعها كده قطع مش صغيره ومش كبيره انا نصها هسبكه على النار والنص التاني هشيله زي ما هو الطريقتين اللي مختلفه يعني الطماطم اللي انتم بتسبكوها على النار دي بتبقى جاهزه متسبكه لكن اللي انا هشيلها في الاكياس قدامكم زي ما انتم شايفين انا بحطها زي ما هي يعني انا بس مجرد ان انا غسلتها كويس وقطعتها بس دي بتطلعوها بتضربوها في الخلاط وهي مجمدة على طول بتبقى عصير طماطم وتسبكوها بقى ايه لو عندكم وقت براحتكم فالحركة دي انا بعملها لما بيكونش عندي وقت ان انا اسبك طماطم او اسبك كمية كبيرة من الطماطم فبجيب الطماطم اللي موجودة عندي وبقطعها كده وبشيل على قد الطبخة إيه وبعد كده يعني بطلعها زي ما لكم بحطها في الخلاط وبسبكها عادي جدا بتبقى كأنها طازة يعني إيه زي ما قلت الطريقه دي للناس اللي هي ما عندهاش وقت ان هي تقعد تحط الحاجه في الحل على النار وتقعد قصادها يعني إيه عملوا لي كيسين بالظبط والكميه الباقيه إيه سبكتها عشان اخليها الاكل بكره على طول مش هحطها في الفريزر ولا اي حاجه انا شلتها في علبه بعد ما سبكتها وتاني يوم طلعتها للاكل على طول اذا كنت جديده عندي في القناه او دخلت قناتي بالصدفه بتمنى ان انت تشتركي وتفعلي الجرس وتتاكدي ان انت فعل الجرس على اول اختيار عندك على الكل عشان يوصل لك كل فيديو جديد بنزله وما تنسوش يا بنات تعملوا لايك للفيديو النهارده ومزعلانه منكم تفاعلكم هنا على الفيديو اللي فات وحش جدا الفيديو ما جابش اي مشاهدات فحاولوا ان انت لو ما شفتوهوش ارجعوا شوفوه كان فيديو حلو جدا على فكره وحاولت ان انا اغير لكم شويه عن جو روتينات البيت والروتينات في المطبخ وكده والتنظيف حاولت إن أنا اصور لكم كده اماكن خارجيه واحنا بره لكن لا ما شكلكم في كتير منكم ما شافش الفيديو فلو تقدروا فضلا منكم وليس امرا ترجعوا تشوفوه وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك برضو للفيديوهات زي ما انتم شايفين مسحت كده الترابيزه خلاص وهحضر الترابيزه عندي حاجتين مهمتين جدا المفروض ان انا هعملهم فلازم اختار انا هبدا بمين فيهم بس اول حاجه هنا فرشت المفرش ده كان المفروض ان انا افرشه قبل ما اوضب الخضار بس كانت نور عندي قاعده بتاكل فما ان انا اقومها بصراحه وافرشه وكده فسبتها بتاكل زي ما هي وهي نزلت الدرس وانا بدات كده ايه افكر انا هبدا بايه عندي زي ما قلت لكم مهمتين عماله افكر يا ابدا بمين فيهم ابدا بمين فيهم هتشوفوا دلوقتي هبدا بمين فيهم جبت كومبا من عند بتاع الخضار <applause> اخيرا انا من اول الشتاء يا بنات ما عملتش كوم بعمل محشي كوسه وفلفل وبتنجان بس الكومب ده يعني بحس ان بستصعبه وكده بس قلت مش معقوله يعدي الشتاء وانا ما عملتش كومب فجبت كومب وزي ما انتم شايفين عندي مهمه تانية برضه عندي اللوحه دي اللوحه دي تبع الصحافه في المدرسه بتاعت نور واحمد كانت مطلوبه منهم يعني وانا اتاخرت ان انا اعملها فالمفروض ان هم هيسلموها اول اسبوع في المدرسه، احنا المدرسه ان شاء الله هتبدا عندنا من يوم الاحد اللي جاي فالمفروض ان هي تبقى جاهزه معاهم يا اما ياخدوها اول يوم او حتى يعني تاني يوم معاهم اول اسبوع فانا قلت ايه نخلصها دلوقتي في اخر ايام الاجازه قبل ما نبدا بقى في المدرسه ونلاقي نفسنا اتزنقنا في الدروس واتزنقنا بقى في المداومة يعني على الأيام وكده في المدرسة بسم الله وابدأ فيها المفروض ان انا في جزء انا هعمله وجزء هم هيعملوه زي ما انتم شايفين اول حاجة حجم الورق اللي عندي ده فرخ كامل هسطره الاول يعني انا ما اشتغل في حاجه غير لما احدد اولها من اخرها فعشان كده لازم هعمل للوحة برواز الاول برواز عادي جدا وهستخدم الالوان الفلوماستر العاديه برده انا اللوح دايما كنت بعمل لهم لما يطلب منهم في المدرسه لوح انا كنت بعملها لهم دايما وكذا مره عملت لوحه بايد لابني الكبير عبد الله وكنت عامله له سنة من السنين لوحه هيكل عظمي بكل الاعضاء اللي فيه وكل حاجه طلع خرافه طلع روعه على ولاية الصوره بتاعته هبقى انزلها لكم طلع حلو جدا ما شاء الله فانا دايما لما بيطلب منهم لوح انا بعملها لهم يعني بس اللوحه دي المفروض ان هم اللي يعملوها بنفسهم إيه ليه بقى لانها فيها زي مسابقه كده تبع الرسم فالمفروض ان احمد ونور هيشاركوا فيها وتبقى اللوحه دي باسمهم هما الاثنين وهيعلقوها في المدرسه زي ما قلت لكم تبع الصحافه في المدرسه فالمفروض ان انا هقسمها لتسع اقسام يعني تسع اماكن التلات اماكن اللي فوق المفروض ان انا هكتب فيها هي تبع الكاريكاتير فالمفروض ان الرسومات كلها اللي هيرسموها رسومات كاريكاتيريه <applause> الحمد لله انا وصلت ان انا عرفت اقولها يعني فبختبر هنا الالوان بشوف بقى الالوان اللي هي كويسه بالمشطبه في الاخر يعني اضطريت ان انا اجيب علبه واستخدمتها يعني فاخدت اللون الازرق ده وسطرت كده اللوحه حددت زواياها كويس قوي واللي انا بسطر بيها دي مش مسطره ده عمود الوميتال كده كان عندي فاستخدمته بصراحه كان نفعني جدا لانه اطول من المسطره فاخد معايا اللوحه بسرعه يعني خلاني خلصتها وبعد كده هقسم اللوحه بقى زي ما قلت لكم تسع اقسام ثلاث اقسام اللي فوق هكتب فيهم الاسم وال والاداره يعني التعليميه واسم المدرسه والناحيه الثانيه هكتب فيها الاشراف وهكتب فيها الاسماء بتاعه نور واحمد الولاد يعني اللي هم شاركوا في اللوحه وفي النص هنا هكتب كلمه كاريكاتير ايه كتبتها وبعد كده بدات ان انا الونها هو ده اللي انا مطلوب مني اللي انا اعمله في اللوحه بس لكن هم بقى الست اقسام المفروض ان نور هتلون او هترسم ثلاثة ليها علاقة بالكاركاتير يعني انا حاولنا ان احنا نختار حاجات ليها معنى وليها قيمة وفي نفس الوقت تكون بتضحك يعني فالمفروض نور هترسم ثلاثة وتلونهم واحمد عندي هيرسم ثلاثة ويلونهم زي ما انتم شايفين كتبت محافظه البحر الاحمر مديريه التربيه والتعليم اداره القصير التعليميه مدرسه القصير الرسميه للغات كتبتها الناحيه والناحيه الثانيه هكتب اسم نور واحمد واسم المشرفه بتاعتهم ومدير المدرسه وفي النص كتبت كاريكاتير زي ما شفتوا انا الحمد لله كده عملت اللي عليا وجهزتها ليهم هم يبداوا فيها بقى بس هيبداوا فيها آه تاني يوم يعني يوم الجمعه ان شاء الله آه ومكمله معاكم برده في الفيديو الكرومبا دي المفروض ان انا هسلقها بس يعني انا الكوميون بعملها على يومين انا اقدرش اعملها في يوم واحد انا بعملها على يومين يوم بسلق فيه الورق وبقطعه وبجهزه وبشيله في التلاجة وتاني يوم بعمل الخلطة وبحشيه على طول خاصة ان انا معايا كمان بيض كوسة وفلفل فهحشيهم فال يعني هنقعد ان شاء الله باذن الله الاكل ده يقعد معانا يومين عشان احنا مش فاضيين فالمفروض ان احنا معانا حاجات كتير بنعملها عشان تحضيرات المدرسه وكده فقلت اعمل ما شاء الله اكل كتير يقعد معانا يومين بدل ما اقعد كل شويه بقى ايه اعمل اكل جديد جيت كده زي ما انتم شايفين الكولومبا ما شاء الله كبيره قطعتها ده كان وقت بالليل فشغلت التلفزيون كده وفضلت قاعده كده قدام الكولومبا اتسلى فيها اول حاجه شلت الورق اللي هو الاخضر ده اللي بيبقى مقطع يعني بيبقى مغطي الكولومبا كلها شلته وبدات كده بالسكينه ازعزع الراس اللي من فوق يعني بدوس كده بالسكينه لغايه تحت بحيث ان هي تطلع معايا على طول فعلا طلعت وفضل معايا الورق بدات كده بقى ايه افرعه افرعه من بعض بحس ان هو يطلع من الكرنب عشان ابدا اسلقه انا محضره حله كبيره على النار حتى فيها ميه وشويه كمون حب صغيرين جدا ايه بس عشان خاطر ايه ريحه الكرنب كده ايه زي ما قلت لكم شغلت التلفزيون وكنت مشغله ساعتها مش عارفه تقريبا سي بي سي سفرة فانا بعمل الكرنب بتفرج على التلفزيون قلت اتسلى يعني فيه ده كان بالليل قلت اسلقه وانا بتسلى كده واخلص منه ولا جاهز تاني يوم قولوا لي انت بتعملوا الكرنب بقى على كام يوم وانا بعمل الكرنب جت ماما ربنا يديها الصحه كانت موجوده عندي فقالت لي بتعملي لنا حاجه سخنه كده نشربها قلت لها وماله عملت حلبه وحطيت فيها بلح قولوا لي تعرفوا أنتم مشروب الحلبه بالبلح ولا لا؟ حلو قوي جربوه حلو جدا في الشتاء، فقعدنا بقى ايه ناكل في البلح ونشرب في الحلبه وسبت الكرومبه وقلت على مهلي بقى ايه ابقى اكملها، قعدت شويه كده مع ماما وشربنا الحلبه بالبلح وبعد كده رجعت يعني ايه استكملت اللي ورايا وشلت طبعا كام ورقه من الكرومبه عشان اعمل بيهم سلطه كل سلو، عندي جزر إيه بس مش عندي مايونيز فهضطر ان انا احط لها زبادي وشوية عسل صغيرين وهعمل سلطة بالورق اللي انا شلته سلقت كده الاول الورق اللي هو بيبقى ابيض واخر حاجة خالص بحط الورق اللي هو الاخضر او الغامق زي ما انتم شايفين التقطيعة المعهودة اللي انا بقطعها بشيل العصبة من فوق وبعد كده بلفها كده وبقطعها بتبقى الورق الى حد ما قد بعضه بس انا عايزه اقول لكم يا بنات اللي لسه متجوزه جديد ما تتعقدوش يعني ما تزعلوش ان الورق مش قد بعض عادي جدا اصل احنا بصوا لو هنخلي الورق قد بعض هنهدر كتير جدا منه وحرام ده بخضار وبفلوس والحاجه الواحد الحمد لله يعني بقى يجيبها بالعافيه فاللي هو يعني ايه هنقعد نحنتف فيه ونقول لا الورقه دي كبيره الورقه دي صغيره هنقعد نخليهم قد بعض هنرمي كتير جدا منه لو عندك فراخ مفيش مشكله هياكلوا البواقي بصوا اهو الورق مش هيطلع كله قد بعض مش هيطلع متساوي زي ما بيجيبوا في الفيديوهات او بيجيبوا في التلفزيون دول يا بنات زي ما قلت لكم بيقعدوا يحنتفوا فيه فاحنا مش هنعمل كده زيهم احنا اللي موجود عندنا الحمد لله رب العالمين كله فضل ونعمه من عند ربنا ربنا يديم علينا النعمه يعني جينا هنا تاني يوم انا كنت اخدته خلاص وحطيته في كياس وحطيته في التلاجه جيت تاني يوم بقى عايزه نور واحمد يبداوا في اللوحه فقلت لهم يقعدوا يعني في الارض لان انا كنت ساعتها بعمل الكورمب على الترابيزه فما كانش ينفع ان هم يكملوا ويرسموا اللوحه على الترابيزه كان الافضل ان هم يحطوها على الارض وكل واحد فيهم يشتغل في جنب من اللوحه فجيت هنا لقيت السجاده دي مفرغه فلو حطوا عليها اللوحه هت مش هتساعدهم يعني فقلت لهم لا خلاص نشيل السجاده دي بس بعد ما نور كراستها كده كويس قوي كنست الارض هنشيلها ونفرش السجاده الثانيه اخت اللي موجوده على الارض كان نفسي بصراحة أمسح الصالة ساعتها بس أنا حقيقي فعلا ما كانش عندي وقت ولا جهد يا دوبك الجهد اللي كان عندي إن أنا ألف حلة المحشي وخلاص على كده حتى نور خلتها هي والله اللي فرشت السجادة وهي اللي كنست وكده قلت لها لا ساعديني انت بقى وضبي الدنيا وقعدوا ارسموا وانا ماليش دعوه بيكم انا هشوف الشكل النهائي بس بس طبعا اديتهم رايي في الالوان وحاجات زي كده بس ما حبيتش ان انا اساعدهم فيها بايدي لان انا لان ده المفروض ان هو شغلهم وفي ناس هتشوفه على اساس هما اللي عاملينه فما ينفعش ان انا ارسم حاجه بدلهم لازم هما اللي يعملوها بنفسهم إيه بعد ما فيشت السجاده قلت نور برده ماشي عليها بالمكنسه بحس ان السجاد المغسول او اللي هو بيبقى مبروم وملفوف لما بتكنسيه بالمكنسه بيتفرد اكتر جابوا هنا اللوحه وطبعا هم ما كانوش شافوا اللي انا كنت عملت قالوا لي الله يا ماما الحمد لله ان انت خلصتي التقسيمه بتاعتها قلت لهم يلا بقى انا عملت اللي عليا اعملوا انتوا اللي عليكم وابداوا فيها بدات اساعدهم بقى واديتهم المقلمه بتاعتي واديتهم ال القلم والاستيكه والمسطره والحاجات بتوعي وكده قلت يمكن يحتاجوها في رسومات اللي هيعملوها ومنقوا رسومات من على النت كل واحد فيهم ليه ثلاثة رسمات إيه وبعد ما يرسموها طبعا هيكتبوا اسمهم احمد هنا لا واحده اهي جميله طلعت إيه وما شاء الله بعد بعد ما يرسمها هتبان اكتر هبقى اوريها لكم آه هكمل معاكم اللوحه دي في الفيديو الجاي ان شاء الله عشان نكون خلصناها بعد ما رسمها كده إيه اهي بسم الله ما شاء الله ونور برده رسمت واحده تانية. إيه وانا كنت خلصت الحمد لله الكرنب لفيته وصوابع طويله بقى وصوابع قصيره زي ما انتم شايفين مش كله قد بعض والحمد لله ربنا يديم علينا النعمه اللي هم ديمها علينا نعمه واحفظها من الزوال كلنا كده الكرنب وكل سنه وانتم طيبين خلاص الشتاء خلاص قرب يخلص هو الكرنب موجود بس انا اصلا بتعب جدا لما بعمله فكل سنه وهم طيبين كده مش عارفه اذا كنت هعمل لهم حله كرنب تاني ولا لا انا الاسهل بالنسبه لي زي ما قلت لكم الكوسه والفلفل اسهل حاجه بالنسبه لي بس نفسي فعلا اعمله ورق العنب ان شاء الله ابقى اجيبه واعمله كده الفيديو خلص معاكم تنسوش تعملوا لايك للفيديو وترجعوا تشوفوا الفيديو القديم عشان تعلوا شوية من مشاهداته بشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته